إذا كان عملك يشمل معالجة المياه بأي شكل من الأشكال، فمن المحتمل أن تكون على دراية بعملية معالجة المياه باستخدام المواد الترسيبية. تستخدم هذه العمليات لتنقية المياه عن طريق فصل الجسيمات المعلقة، الرواسب، الطحالب، المعادن، الزيوت والشوائب الأخرى من مصادر المياه. يساعد حل هذه المشاكل في تحسين أنظمة الترشيح لإنتاج مياه أكثر صحة ونظافة، ولكن هذه الممارسة لا تخلو من المشاكل. إذا كنت تستخدم عمليات معالجة المياه باستخدام المواد الترسيبية، فمن المحتمل أنك تعرف عيوب هذه العمليات، فتلك العمليات عادة تستخدم الملح المعدني التقليدي والبوليمرات الاصطناعية لمعالجة المياه. هذه المواد غير قابلة لتحلل البيولوجي، وتتطلب التحكم الدقيق في درجة الحموضة، وتنتج كميات كبيرة من الرواسب والمخلفات الصلبة، وقد تتآكل المعدات التي تتفاعل معها. تعرض هذه الطريقة لمعالجة المياه أيضا لتكاليف التخلص من الرواسب والمخلفات الصلبة والحماءة الملوث. بالنسبة لأولئك الذين يعتمدون على عمليات معالجة المياه باستخدام المواد الترسيبية لتنقية مياههم أو مياه الصرف الصحي للحفاظ على نظافة المياه، هناك حاجة ماسة إلى نهج فعال مشتق بشكل طبيعي سهل الاستخدام وصديق للبيئة مع صيانة أقل. لحسن الحظ هناك زيوتيرب، المركب العضوي السائل لمعالجة المياه من شركة جينيسيس لتنقية المياه. زيوتيرب هو مركب ترسيب لمعالجة المياه معتمد دوليا من NSF 60 لتنقية مياه الشرب، مياه العمليات ومياه الصرف الصحي. يتكون زيوتيرب باستخدام البوليمرات الطبيعية المستخرجة من الحياة البحرية. من خلال دمج زيوتيرب في عملية معالجة المياه الخاصة بك، ستجد حلا فعالا لمشكلات المياه مثل الرواسب، الوقارة، والأكسجين الكيميائي المستهلك، والأكسجين الحيوي المطلوب، اللون، الطحالب، وبعض المعادن الثقيلة والملوثات العضوية، مما يترك الطين والرواسب غير الخطرة وأصغر حجما مقارنة بالطرق التقليدية. يمكن إدخال زيوتيرب إلى أي نظام تنقية مياه باستخدام أنظمة مضخات التغذية الكيميائية المتاحة. يمكن تحقيق الخلط سواء باستخدام خلاط ثابت أو عن طريق تكوين خلاط فلاش وترسيب تقليدي ذو سرعة متغيرة. إذا لم يكن لديك أو لدى عميلك نظام تغذية كيميائي موجود، يمكن لشركة جينيسيس لتقنية المياه توفير أنظمة مضخات التغذية الكيميائية لدمجها في عمليات محطة المعالجة الخاصة بك. عند إدخال زيوتيرب إلى مصدر المياه، يبدأ في العمل. بينما تعمل المواد التقليدية مثل كبريتات الألومنيوم وغيرها من مواد الترسيب بطريقة أو اثنين لتنقية المياه، فإن زيوتيرب يمتلك المجموعة متعددة الأبعاد للعمل. يمكنه العمل من خلال التحليل الكهربائي، التكثيف السريع، الترابط، والتكتل لتحقيق أقصى كفاءة في المعالجة. أكثر أماناً لمعدتك، أكثر أماناً للبيئة، وأفضل لميزانيتك. إذا كنت تعتمد على معالجة المياه، فإن زيوتيرب من جينيسيس لتقنية المياه يمكن أن يساعدك في تقليل تكاليف التشغيل الإجمالية بنسبة تصل إلى 40%، وزيادة كفاءة التنقية، وتقليل التأثير البيئي لعمليات معالجة المياه الخاصة بك. لمعرفة المزيد حول كيف يمكن لزيوتيرب مساعدتك في عملياتك، يرجى ملء نموذج الاتصال أدناه أو طلب الاستشارة. زيوتيرب، الحل الأمثل لتنقية المياه بشكل آمن ومستدام.